واخيرا عوده دوري ابطال افريقيا بعد تاجيلات كتير وكلام كتير، وماتش هتلعب في 9، لا هتلعب في 10، لا في تاجيلات، لا هتلعب من ماتش واحد، لا هتلعب من ماتشين. اخيرا عوده دوري ابطال افريقيا، والمباراه المنتظره يوم السبت في السيمي فاينل بين الاهلي والوداد، مباراه عليها كلام كتير جدا، هنتكلم في كل حاجه عن المباراه بره الملعب جوه الملعب، معنويا جماهيريا تكتيكيا للوداد للاهلي، نقط الضعف نقط القوه كل حاجه. فنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، عشان الايام اللي جايه في حلقات كتير قوي بسبب ضغط المباريات. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. مبدئيا كده بس في الاول خلينا نبداها بره الملعب شويه، او بره المستطيل الاخضر. في عاملين ممكن يرجحوا الاهلي المصري عن الوداد المغربي. ايه العاملين اللي ممكن يخلوا الاهلي افضل من الوداد؟ اول عامل وهي عدم وجود الجمهور. الجمهور كان بيشكل جزء كبير جدا من الوداد، او بيشكل قوه كبيره جدا للوداد، سواء الوداد او الرجاء او فرق المغرب عامه. الجمهور بتاعها بيبقى شرس جدا في المباريات دي، ومباريات افريقيا بالذات بتلاقي جمهور شرس جدا 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 في الرجاء او الوداد، اي حد فيهم الجمهور بتاعه مش بيبقى موجود، فانت كده بتشيل من قوتهم نسبه صغيره. والحاجه الثانيه او العامل الثاني اللي ممكن يفيد الاهلي في مباراه الوداد، وهي الدوري المغربي. تقول لي ايه اللي جاب الدوري المغربي؟ اقول لك ليه الدوري المغربي. الدوري المغربي اتحسم في اخر مباراه في الجوله، لا لا لا، في اخر دقائق الجوله، اخر ثواني الجوله الاخيره في الدوري المغربي، كانوا الوداد بيتصارع علشان ياخد الدوري، او الرجاء ياخد الدوري او نادي البركان. فالوداد هيخش لك المباراه منهك بدنيا، منهك فكريا، وكمان بعيد عن الانهاك البدني والفكري، كمان الوداد يبقى داخل مندفع عايز يعوض خساره الدوري بالبطوله الافريقيه او فوز بالبطوله الافريقيه. فده عامل برده ممكن يرجع الاهلي ان الوداد ينزل فاتح الملعب قدامك، فتقدر تضغط عليه وتقدر تجيب جون واثنين في المغرب. فدي عاملين اهو، اول عاملين ممكن يرجعوا كفه الاهلي على الوداد. اول حاجه ان الجمهور ما يبقاش في الملعب، وتاني حاجه ان الوداد داخل لك المباراه بدنيا واقع جدا. واحد يقول طب الاهلي ممكن يكون واقع كمان؟ لا يا معلم، الاهلي في مصر هنا في الدوري المصري الدوري تقريبا خلصان من الدور الاول، فالاهلي داخل هو حاسم كده كده الدوري، كان بيلعب شويه بالناشئين وشويه بالاساسيين اخر بس 3 4 ماتشات موسيماني لما جه الاهلي، ابتدى يلعب بالاساسيين شويه عشان يشوف اللعيبه قبل ماتش الوداد. غير كده فريق الاهلي كله مريح، وهتلاقي المعدل البدني عند الاهلي افضل من الوداد شويتين ثلاثة. خلينا نتكلم تكتيكيا نوعا ما شوية عن الوداد المغربي، اللي بما انه هو صاحب الارض يعني، خلينا نتكلم شوية في نقط الضعف ونقط القوة عنه. نقط قوة الوداد. الوداد نقط قوته متمثلة في حاجتين او ثلاثة بالكتير. اول حاجة ان الوداد قوته كلها متمثلة في الاطراف بتاعته، بديع اوك واسماعيل الحداد، الاثنين دول مع الوداد خطيرين جدا 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 لابعد حدود. هتلاقي الوداد بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، بيضغط عليك من الاطراف، بيحاول يخترقك من الاطراف، سواء بديع اوك او اسماعيل الحداد، الاثنين مهاريا كويسين جدا جدا جدا، سرعات عالية جدا جدا جدا، كنترول على الكورة، واللي هو يمسك الكورة في رجليهم ويبتدي مهارة وواحد واثنين وثلاثة، دي مميزة جدا عند اسماعيل الحداد وبديع اوك، الاثنين مميزين جدا في الاطراف بتاعة الوداد، مهمة جدا جدا جدا. الحاجة الثانية اللي بتميز الوداد وهم اللعيبة، لعيبة الكورة اللي بتبقى في ارض الملعب. الوداد عنده كذا لاعب يقدر يقف لك على الكورة كويس جدا، يعرف يطلع لك بالكورة من تحت الضغط كويس جدا، وفي اسماء محددة بتعرف تعمل الشكل ده. عندك مثلا وليد الكارتي في نص الملعب، وليد الكارتي بيلعب جنبه جبران، جبران والكارتي، جبران هو اللي بيثبت قدام الاثنين قلوب الدفاع، وبتلاقي وليد الكارتي تقدم لقدام عشان يساعد ايمن الحسوني، وبتلاقي ايمن الحسوني دخل لقدام مع كازادي كاسونجو وبقى مهاجم ثاني تقريبا. فايمن الحسوني ووليد الكارتي الاثنين بيقدروا يشتغلوا بالكوره على الارض كويس جدا، لو بيقدروا يقفوا تحت على الكوره تحت ضغط وبيطلعوا الكوره من تحت ضغط كويس جدا. وليد الكارتي والحسوني من عمق الملعب هيتعبوا الاهلي جدا جدا جدا. والحاجه الثانيه اللي بتميز برضو الوداد وهي سرعه البناء اللعب. الوداد الفرق اي نعم مش من اخطر الفرق اللي بتلعب على الارض كويس او بتحضر اللعب كويس، لكن الوداد من الفرق اللي هي اول ما تلاقي ثغره عند فريق منافس بيعرف يستغلها على طول. الوداد بلمسه والثانيه والثالثه بيقدروا يوصلوا الكوره للوينجات بتاعتهم، سواء بديع اوك او اسماعيل الحداد، قلت لكم من شويه اللي هم اخطر اثنين تقريبا في الفريق. والحاجه برده اللي واضحه والمهمه اللي شفتها عند الوداد، ان الوداد لعبته المحفوظه او اللعيبه متحفظه عليها، او جاموندي اللاعب المدرب الوداد المحفظ
يلخص لعبته الطريقه دي، وهي اللي هم مثلا يجمعوا اللعب في جهه او في ناحيه معينه، ومره واحده يغيروا لك الملعب الناحيه الثانيه على طول للوينج الناحيه الثانيه ورا المدافع. شفنا كذا مره اسماعيل الحداد واسماعيل الحداد ويحيى عطيه الاثنين بيفضلوا يجمعوا اللعب يجمعوا اللعب، وبيقدم كمان ايمن حسوني وليد الكارتي يجمعوا اللعب ناحيه الشمال يجمعوا وفي كوره طويله البديع اوك الناحيه الثانيه السريع جدا والكنترولر على الكوره كويس جدا، بيستلم الكوره بشكل ضغط كبير على الباك اللي بيلعب عليه. شفناها في ماتش نادي البركان، شفناها في ماتش الرجاء، شفناها في ماتش فتح الرباط اخر مباراه في الدوري، شفناها في كذا مباراه ان بديع اوك بيفضل موجود ويسرع نفسه ورا الباك علشان اول ما الكوره تتلعب له لما جماعه لعبت جهه ويلعبوا الناحيه الثانيه، وسواء برده الناحيه اليمين يقعد الجماعه لعب عند بديع اوك ويرموها الناحيه الثانيه عند اسماعيل الحداد. بس الاكبر او الشريحه الاكثر او اكثر وقت بيحصل فيه الكوره دي ان الكوره متحفظه ليه ان اسماعيل الحداد هو اللي بيلعبها لبديع اوك مش العكس. طب واحد يجي لي في الكومنتس يقول لي يا معلم انت عمال تتكلم عن مميزات الوداد والوداد يعني مانشستر سيتي، لا الوداد مش مانشستر سيتي، اقول لك الوداد عنده كذا نقطه ضعف ممكن الاهلي يشتغل عليها. اول حاجه واول عامل ممكن يربك الوداد نوعا ما شويه، بس ده ما شفتوش في ماتشات الدوري بصراحه، بس ممكن يربكه هي التخبط الفني. الوداد تقريبا انه السنه دي غير اكتر من 3 او 4 مدربين، غير جاريدو جاب جاريدو ومشاه، وقبل كده كان في مدربين او مدرب تقريبا مش فاكر، بس الوداد متخبط اداريا او متخبط فنيا وعمال يغير مدربين، وده ممكن تكون عامل نوعا ما. يقول لي يا معلم طب ما الاهلي مغير مدرب، وكمان بتتكلم بتقول ايه ماشي الاهلي غير مدرب وغير مدرب في وقت حرج جدا جدا جدا، بس الوداد مغير اكتر من مدرب وده ممكن يخلي الوداد يرتبك نوعا ما شويه. قول لي ده اتكلمنا بقى عن نقط ضعف الوداد عشان ننجز ونشوف الاهلي هيلعب ازاي قدام الفريق اللي انت عمال تتكلم عليه وعن مميزاته ده. بص يا معلم نقط ضعف الوداد عندك كذا نقطه في الوداد ممكن تستغلها. اول نقطه عند الوداد اللي انت ممكن تستغلها جدا، والوداد بيحضر اللعب من تحت لفوق، بيحضر اللعب على الارض، تضغط عليه وتستخلص الكوره في نص ملعبه ونص ملعبه مش هتفرق، المهم ان انت تستخلص الكوره من الوداد المغربي وهو بيحضر اللعب، لان الوداد المغربي بيحضر اللعب التمركز بتاع لعبته في الشكل الدفاعي مش بيبقى على شكل الامثل، فبالتالي ان انت تضغط عليه تقطع الكوره وتعمل مرتده، ودي حاجه مميزه جدا بيعملها الاهلي انه يضغط على الخصم وهو بيحضر اللعب، فبالتالي يقتنص منه الكوره ويعمل مرتده سريعه جدا 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 ممكن منها يجيب جول او اتنين لو شكلها بشكل صح او استغل النقطه دي من الوداد ان هو يضغط عليه وهو بيحضر اللعب. الشيء الثاني وده المهم قوي 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 لازم الاهلي يركز عليه، وهي الكرات الثابته او الكرات العرضيه، الاثنين دول الكرات الثابته في انت مثلا الكورنرات او الفاولات تقدر تستغل الوداد من الحته دي، تستغل الوداد من الحته دي ان انت ترفع عرضيات. الوداد تمركزه في الناحيه الدفاعيه في العرضيات او في الكرات الثابته مش على شكل امثل، شفناها في كذا كوره الوداد بيتضرب من العمق او بيتضرب من الكرات العرضيه، من الكرات العرضيه بتتلعب جون على طول. وفي سنة ده في شويه كمان غيابات عن دفاع الوداد لازم اذكرهم عشان دول اكيد ممكن ينقصوا قوه الوداد شويه. الثلاث لعيبه اللي هيغيبوا عن خط دفاع الوداد في مباراه الاهلي، اول لاعب هو الشيخ كوماره. الشيخ كوماره ده لاعب افريقي طويل عريض كده وتقريبا مصاب او مش هيلحق ماتش الذهاب، فده برده شكل ان الدفاع بتاع الوداد او المنظومه الدفاعيه هتنقص من قوتها بسبب غياب شيخ كوماره. اللاعبين التانيين هم اشرف داري محمد رحيم، تقريبا محمد رحيم بيقول له مش متأيد في القائمه الافريقيه اصلا، واشرف داري بره القائمه المحليه وتقريبا مشي من النادي علشان كده مش هيلعب المباراه، فكده ثلاث غيابات ممكن ياثروا على الوداد هم الشيخ ابراهيم كوماره ومحمد او اشرف داري ومحمد رحيم. طب هتقول لي مين بدائل اللعيبه دي؟ هيبقى قدامك ما فيش غير حل واحد وهو حمزه اسرير كمدافع، وجنبه هيلعب حد من الاثنين، اما تلعب بكادرين او تلعب بيحيى عطيه جنبه، او بقى الحل الاخير خالص انت تلعب بصلاح الدين السعيدي تلعبه جنب حمزه اسرير وتلعب في نص الملعب بجبران وليد كارتي زي ما كنت تلعب الماتشات اللي فاتت. وبرضه الحاجه اللي ممكن تخلي الاهلي ليه افضليه شويه هي الوينجات، الوينجات بتاعه الوداد او الباكات بتاعه الوداد، باكات الوداد مش افضل حاجه ممكن تقدر تستغلها بسرعات كهربا، بسرعات حسين الشحات، حتى بسرعات جيرالدو، واللي انت ممكن كمان لازم تشتغل عليه وهو اليوباجي. اليوباجي لازم المباراه دي يلعب، لان انت لو بتلعب الوداد اكيد لازم تعتمد على العرضيات او سواء في الكرات الثابته او الكورنرات يعني او الفاولات او الكرات العرضيه المتحركه. عندك لعيبه ممكن يعملوا الشكل ده كويس جدا، علي معلول يرفع عرضيات، اليوباجي، عندك جيرالدو ممكن تلعبه ناحيه الشمال يبقى اشول ويرفع لك عرضيات كويسه، كهربا، حسين الشحات. لازم 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 تعتمد على العرضيات في دفاع الوداد بشكل كبير. نتكلم بقى في زيتونه الوداد او نقط القوه والضعف بسرعه كده قبل ما ننتقل للاهلي. نقط قوه الوداد زي ما قلت لكم بتتمثل في الوينجات بتاعتهم بديع اوك واسماعيل الحداد، وتاني حاجه لعيبه الكوره اللي بتلعب على الارض كويس جدا ايمن الحسوني ووليد الكارتي، والحاجه التالته وهي الاهم اللي هم بيجمعوا لعبه مثلا في جهه معينه سواء ناحيه اليمين ناحيه الشمال ويبتدوا يلعبوها ورا الباك بسرعه كبيره جدا للوينج اللي بيبقى ماسك المساحه او مستغل المساحه اللي ورا الباك عند الخصم.
ونقط ضعف المدافع اللي بتضغط عليه وهو بيحضر الكوره او تضغط عليه وهو بيطلع باللعب من تحت لفوق، وكمان تعتمد على العرضيات سواء الكرات الثابته او الكرات المتحركه. حطني رقم واحد في القصير. تعال نتكلم بقى شويه عن النادي الاهلي. الاهلي خلينا نتكلم عن نقاط القوه الاول. برضو الاهلي نقاط القوه بتاعته هو اللعب السريع او الفاست بلاي. لعيبه الاهلي بتشوفها واحده اتنين تلاته بتبتدي توصل لجول الخصم، باصه الثانيه بتبتدي تبتدي توصل لجول الخصم. ده راجع ليه؟ لان موسيماني مخلي لعيبه الاهلي كلها مفيش حد بيقف في مكانه، كل اللعيبه في الملعب بتلاقي بتتحرك بدون كوره، حتى اللاعب اللي بيبقى مستحوذ على الكوره او الكوره اتحوزته لما بيباصي لزميله بيتحرك ما بيقفش في مكانه، عكس ما كنا بنشوف مع نيفر اللعيبه اللي بتفضل متمركزه في مكانها ومستنيه الكوره تجيلها لحد رجليها. لكن مع موسيماني لا، انت بتشوف لعيبه الاهلي بتتحرك بدون كوره، حتى لو انت مستحوذ على الكوره لما تخرج الكوره من رجلك برضه اتحرك، مش عايز حد واقف في الملعب بيتفرج على المباراه. وده ممكن يخلي يشكل افضليه عند الاهلي. الاهلي في اللعب السريع واحده باصه اثنين ثلاثه وصلت لجول المرمى لمرمى الوداد بسرعه كبيره جدا، وعندك لعيبه ممكن تطبق ده بسرعه، عندك لعيبه بتعرف تطبق اللعب السريع او فاست بلاي بسرعه. حسين شحاب بيلعب فاست بلاي كويس، كهربا بيلعب فاست بلاي كويس، عمرو السلاي بيلعب كويس، قفشه بيلعب كويس، لعيبه بتعرف تلعب لك او تطبق لك الفاست بلاي اللي انت بتركز عليه كويس جدا. والحاجه برده الثانيه المميزه عند الاهلي وهي الضغط على الخصم وهو بيحضر الكوره. شفناها كذا مره، شفناها في ماتش انبي، شفناها في ماتش بيراميدز، ان البيراميدز او انبي لما كانوا بيبتدوا يحضروا الكوره او بيبتدوا بيطلعوا الكوره من تحت لفوق على الارض في ظل هم بيبنوا اللعب واللعيبه بتبدا الخصم يعني بيبتدي يفتح الملعب ويعمل ستريتشنج عشان يفتح مساحات الملعب، زي الاهلي انقض على حامل الكوره وقطع الكوره وعمل مرتده. شفناها كذا مره بيعملها عمرو سلية، بيعملها كمان اليو ديانج اللي هو بيقطع الكوره بيجري على طول لقدام. دي حاجه مميزه جدا جدا عندنا اللي هي الضغط على الخصم وهو بيحضر الكوره. والحاجه برده المميزه جدا 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 عند الاهلي وهي الباكات بتاعته، علي معلول ومحمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي. ممكن الماتش بتاع الوداد هناك ما تلاقيش ان باكات الاهلي بتقدم كتير في ظل ان انت بادئ مباراه بره ارضك سيمي فاينل، مش عايز تخسر كتير، مش عايز يخش فيك جوان كتير في المباراه، عايز تخرج باقل خسائر لو خرجت بخسائر، فده ممكن ما يخليش الهجمات اللي قصدي الباكات تتقدم كتير. ودون اللي خلينا نقول ان الاهلي ممكن ينقص من قوته حوار الباكات ما يتقدمش. بس انا متوقع ان موسيماني هينزل اول 10 دقائق اول ربع ساعه، مش الفريق المتحفظ، مش الفريق الخايف، هينزل ضاغط على الوداد، عايز يجيب جول من اول المباراه، عايز يخطف الوداد ويباخد الوداد، مش هو اللي انا هرجع هنا بقى واقفل واوعى بقى اخش فينا جول وبتاع، لا انا اخش ضاغط على الوداد عايز اجيب جول. وده ممكن يخلينا نشوف اول مباراه الباكات بتاعت الاهلي بتتقدم وتعمل ثنائيات مع الونجات بتاعتها. والمميز بتاع الاهلي وهو العرضيات برده عند محمد هاني، لو ظبط العرضيه بتاعته هيرفع عرضيات كويسه، علي معلول لو ظبط العرضيه بتاعته برده هيرفع عرضيات كويسه، فعندك الاهلي في العرضيات كويس جدا، بس المهاجم اللي جوه الصندوق سواء اليو بادجي او مروان محسن لازم يستغل العرضيات. نقاط الضعف بتاعت الاهلي، نقاط الضعف الاهلي هي على قد ما انت نقاط القوه بتاعتك نقاط قوه، على قد ممكن نقاط القوه دي تتحول لنقاط ضعف قدامك، اللي انت مثلا وانت بتضغط على الخصم عشان تستخلص منه الكوره، فتستخلص منه الكوره فالخصم يستخلصها منك بسرعه ويلعب في ظهر نص الملعب بتاعك. دي حاجه ممكن تشوفها كتير يعني نشوفها في مباراه الاهلي. انا كمصطفى شفتها في ماتش بيراميدز، ان عبد الله سعيد كان بينزل في البوكت كتير او بينزل بين الخطوط كتير يعني، وده لو شفناه قدام الوداد هتتعذب جدا سواء من وليد الكارتي او ايمن الحسوني، الاثنين دول مش هيسمعوا عليك لو لقوا مساحه بين الخطوط. فلازم تاخد بالك ان ما يبقاش في مساحه، ما يبقاش في جاب ما بين نص الملعب وما بين مدافعين الاهلي، لازم 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 الخطوط تبقى قريبه من بعض. حاجة تانية عند الاهلي وهي قلوب الدفاع، لو الوداد ركز ان هو يخترق من العمق ويضغط على خطوط على خط دفاع الاهلي او قلبين دفاع الاهلي هيستغل ده بشكل مميز، لان الاهلي داخل المباراه هيلعب بايمن اشرف وياسر ابراهيم، لو ايمن اشرف مش هيلعب مباراه هيلعب كمان بمحمد هاني او جنب ياسر ابراهيم او احمد فتحي جنب ياسر ابراهيم، فانت عندك قلب دفاع واحد صريح وجنبه هيلعب بباك سواء محمد هاني او ايمن اشرف او احمد فتحي، فانت الضغط على عمق الاهلي او الضغط على قلبين دفاع الاهلي ممكن يشكل ضعف كبير عند الاهلي. الحاجه الثالثه برضو وهي الباكات، علي معلول زي ما احنا عارفين ان في ظهره او بتبقى فيه مساحات في ظهره كتير ممكن يستغلها الوداد، وعندك كمان محمد هاني في الحته الدفاعيه مش افضل حاجه، مع انه في اخر مباريات كان بيقدم مباريات كويسه في الحته الدفاعيه، بس محمد هاني مش افضل حاجه في اللعبه الدفاعيه، فانت لو ضغطت على باكات الاهلي ممكن تاكل على قفاه ومعيش بكل سهوله. زتونة الاهلي او الخلاصة بتاعت الاهلي، الاهلي نقط قوته هي متمثلة في الباكات بتاعته علي معلول ومحمد هاني، الضغط على الخصم
وهو بيبتدي الضغط على الخصم وهو بيطلع الكرة من تحت لفوق، وعندك كمان الفاست بلاي او اللعب السريع، وعندك حاجه رابعه برضه نسيت اقولها، وان انت بتشوف كتير جدا موسماني ان الوينجات بتاعت الاهلي مش ماسكه الخط، بتلاقي الوينجات بتاعت الاهلي كتير جدا دخلت قلب الملعب وسابت الباكات علشان تدي لها الحريه ان هي تقدم وترفع عرضيات. اما نقاط الضعف قلت لك ان انت اللعب في ظهر نص ملعب الاهلي، الضغط على قلبين الدفاع، الضغط على باكات الاهلي. ونيجي النقطة الاهم وهي التوقعات لمين اللي هيوصل الفاينل. مباراة هي صعبة على الطرفين، صعبة على الوداد، صعبة على الاهلي، مباراة ما فيهاش اي حسابات، ما تقدرش تخش المباراة تقول يا معلم لا انا ودادي احط البطن ببطيخه صيفي وان انا خلاص انا داخل رايح الفاينل، او انت اهلاوي وتخش فرع ومشي خلاص يا معلم ده الوداد فريق ضعيف انا كده كده هصعد الفاينل. لا، مباراة صعبة على الوداد او الاهلي، بس انا كمصطفى اتوقع ان اللي هيوصل فاينل 2020 لدوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي المصري. بس هو ده اللي كان عندنا في حلقه ما قبل المعركه لمباراه الاهلي والوداد. قول لي انت رايك وتوقعك في الكومنتس لمباراه الاهلي والوداد مين اللي هيصعد، قول لي من وجهه نظرك نقط ضعف هنا ونقط قوه هنا ونقط ضعف هنا ونقط قوه هنا. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وكمان عشان تجيلك حلقه الزمالك والرجاله تنزل بكره على طول اول ما تنزل تجيلك انت اول واحد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. Say it.